حياتنا عبارة عن لحظة. لحظة حب، لحظة فرح، لحظة حزن، لحظة موت، لحظة بنعيشها، لحظة بتعيشنا. المهم إن هي لحظة، قعدتنا لحظة، خروجتنا لحظة، كل خطوة بنخطيها في حياتنا هي لحظة. هنتعلم إزاي نعيش اللحظة، إزاي نعدي بيها، وإزاي تعدي بيها. وإزاي نكمل حتى لو اللي جاي بعدها لحظات كلها ممكن تكون قاسية. استنوني، هي لحظة.